على انتقال المشعال لتدريب نادي القادسية انضم لاعبين اثنين محلي ومحترف؟ ابدا، انا قريت هذا الكلام بتويتر، ما حصل هالكلام. المشعال مو لاعب انه يعني بياخذ نادي القادسية مقابل لاعب، عقد يربطه مع السامية كمدرب، تم فسخ العقد بالتراضي، ما تم هذا الكلام، ولكن نفكر انه باي لاعب، انه يعني ما كنا مفكرين بهذا الامر يعني بتاتا، كثر ما كنا مفكرين بالبديل، لان كان الوقت يعني في وقفه اسبوعين وكنا نبي نخلص يعني مع مدرب، ما كان في اي نوع من هذا الكلام.